أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن زادت على أرض الواقع بعد الحوار الذي عقد مع نظام الأسد. أضاف الصفدي خلال ندوة في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أنه من بين ثلاث محاولات تهريب تنجح واحدة منها، مؤكدا أن بلاده ستوقف هذا التهديد. هل طفح كيل الأردن من تدفق المخدرات عبر حدودها الشمالية؟ الجواب نعم بكل تأكيد. والتأكيد هنا أتى بالنظر إلى تصريحات العاهل الأردني قبل أيام، والتي تبعتها لاحقا تصريحات لوزير الخارجية أيمن الصفدي، والتي أشرت بوضوح إلى أن كل الخطوات السياسية والدبلوماسية لإيقاف دخول المخدرات من سوريا باءت بالفشل، بل على العكس من ذلك زاد دخول المخدرات إلى المملكة بعد التطبيع وفق التصريحات الأخيرة للصفدي. بتفصيل عن موضوع تهريب المخدرات الذي يشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار السوري ولكن على المنطقة برمتها وبعد. ووفق هذه المعطيات التي ألمح إليها الأردنيون حول عدم توقف دخول المخدرات وعن التشكيك بقدرة بشار الأسد على السيطرة على الأمور، كانت سهام الاتهام تتجه نحو إيران بشكل واضح، وأن وجود الميليشيات الإيرانية وشخصيات داخل النظام تدفع باتجاه تهريب المخدرات هو المشكلة الحقيقية التي تواجهها الأردن، وهو ما أشار إليه الملك عبد الله على هامش اجتماعات الجمعية العمومية حين قال إن إيران تستفيد من كل هذا. طهران تلقفت الإشارة، فهي تعرف أن ما يجري جنوب سوريا يعنيها بشكل أو بآخر، فالوجود الإيراني الميليشياوي هو الأكبر، بل إن طهران تسيطر كذلك على كثير من أقطاب النظام هناك، وبالتالي معظم أوراق اللعب والتفاوض مع الآخرين يملكها الإيرانيون. فكان جلوس عبد اللهيان مع الصفدي في نيويورك يرتكز بشكل رئيس لتفهم الموقف الأردني من قضية المخدرات، يضاف إليه قناعة أردنية أن حل المشكلة لن يكون إلا مع طهران أو عبرها، لذلك عقد الطرفان المباحثات دون تحديد ما أفرزت سوى أن تطوير العلاقات مع إيران مبني على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفق أيمن الصفدي. العلاقات بين الأردن وإيران لم تكن يوما استراتيجية أو تحمل كثيرا من التقاطعات، بل على العكس ساد التوتر في كثير من فتراتها، حين وقفت الأردن مع صدام في حربه مع إيران وتضامنت مع السعودية عند قطع العلاقات مع طهران، كما تستمر بتصدير فكرة الخوف من المد الشيعي الإيراني على أراضيها، وبالتالي استقامة الخط البياني للعلاقة بينهما تشوش مع حرب المخدرات، فيما تحاول طهران الاستفادة من ذلك ربما لمنع عمان من فرض أي وجود جنوب سوريا المشتعل سلميا في الوقت الحالي، لكن كل شيء قد يتغير بلحظة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتور بسام نعموش، وزير أردني سابق ومحلل سياسي من عمان. أيضا أرحب بالدكتور رضوان زيادة، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة سياسات من واشنطن. أهلا بكم ضيوفي الكرام. بداية أبدأ معك دكتور بسام، هذه أول مرة يعترف فيها الأردن بزيادة تهريب المخدرات بعد الحوار مع نظام الأسد، ما دلالات هذه التصريحات؟ يعني هو للتأكيد على أن هذا أمر مقلق جدا للأردن، وليس هي القضية قضية مخدرات فحسب، بل هو محاولة تهيئة الأرضية لتسلل النفوذ الإيراني الذي دخل العراق ودخل سوريا ودخل لبنان ودخل اليمن. وإيران تبحث عن أي طريق تدخل، مرة تتحدث عن السياحة الدينية ومرة عبر ميليشيات تقول هي. طبعا لا يوجد دولة ستقول أنا أهرب مخدرات، ولكن نحن على تماس معهم على الحدود وهناك معارك شبه يومية، وقناعة الأردن أن هذه قوات إيرانية وليست ميليشيات، ولكن في الدبلوماسية لا يتكلمون بهذه اللغة، إنما يقولون هناك مهربون. إيران هي اعتادت على أن تستخدم هذه المخدرات، استخدمتها في لبنان، تستخدمها في أفغانستان، في كل مكان، أي طريق لتخريب الجهة المقابلة حتى يتهيأ لها الجو تحاول أن تدخل. ولهذا الأردن
اتصل بالحكومة السورية، اتصل بروسيا، اتصل بنفس الإيرانيين في محاولة لدرء هذا الخطر عنه، لأنه عندئذ تشتبك الخطوط وتحت عنوان وجود ميليشيات تدخل الدولة الصهيونية على الخط، وعندئذ يكون هناك خلل كبير أمني في المنطقة. الأردن على أرض الواقع يقاتل، وفي الدبلوماسية يتحدث، وليس هناك شيء مخفي أنه قد قيل للإيرانيين إذا كانت إيران تنكر فنحن إذن نقاتل عصابات، وبالتالي إذا كانت الحكومة السورية لا تستطيع ضد ذلك فمن الممكن أن الأردن أن يفكر بحرب استباقية يدخل إليهم في عقر دارهم، وحصل هذا سابقا. سأعود إليك دكتور رضوان، مرحبا بك مجددا. كيف تابعت هذه التصريحات الأردنية والتي أتت بعد لقاء الصفدي مع نظيره الإيراني عبد اللهيان الذي حصل قبل أيام وتناولوا أزمة تهريب المخدرات من سوريا؟ برأيك ما دلال ذلك؟ بصراحة مفاجئ، يعني العنوان الأفضل لهذا الحوار هو طفح الكيل. تاريخيا وعادة السياسة الأردنية هي سياسة قائمة على التحفظ بشكل كبير، يعني تفضل أن يتم التعامل مع هذه الأمور بما يسمى behind door، يعني خلف الأبواب المغلقة، عبر المفاوضات أو الدبلوماسية أو اللجوء إلى مسمى إلى طرف ثالث، كما تحدث التقرير عن اللجوء إلى روسيا أو اللجوء إلى إيران من أجل إقناع نظام الأسد بالتوقف. لذلك أن يأتي الآن وزير الخارجية الأردني وتقريبا علنيا يصرح بأن تقريبا حملات تهريب المخدرات زادت بعد المبادرة الأردنية التي دعمها الأردن وأقنع العديد من الدول العربية بها، زادت بعد هذه المبادرة، هذا مؤشر رئيسي تقريبا على ما يسمى فشل الجهود العربية مع تطبيع نظام الأسد، وأن نظام الأسد مرارا وتكرارا كما قلنا أكثر من مرة قرر التحالف مع إيران على حساب محيطه العربي ولا حساب جواره الإقليمي. يعني الأردن جوار إقليمي أكثر من كونها عربي، هناك تقريبا مصاهرة بين الحدود بين العشائر وبين القبائل، وبالتالي العلاقة مع الأردن هي علاقة تاريخية وعلاقة تقريبا اجتماعية يجب أن يتم التعاون معها في هذا الإطار. لكن نظام الأسد مرارا وتكرارا تقريبا بدت كل هذه الجهود، والآن يعلن وزير خارجية الأردني أنه طفح الكيل ولا يمكن الآن القبول بذلك، وربما هذا يدفع الأردن بالبحث عن خيارات وبدائل أخرى. دكتور بسام، تصريحات الصفدي جاءت بعد محادثات أردنية إيرانية حول الحدود وتهريب المخدرات، إلى ماذا يشير ذلك؟ هل هو مؤشر يعطي مؤشر إلى فشل المحادثات، خاصة أن الأردن اتهم إيران بلعب دور في تهريب المخدرات؟ يعني الأردن مدرك للطريقة الإيرانية في التعامل، الأردن لا يثق بإيران، إيران كما وصف الثعلب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرو منك كما يرو الثعلب، والإيرانيون يتحدثون بلغة وعلى أرض الواقع يجري شيء آخر، ولهذا الأردن مضطر أن يتحدث، والآن لا يتحدث للإيرانيين يتحدث للعالم ليبرر إذا كان هناك شيء سيحصل على أرض الواقع. والأردن صبر كبير، يعني إحنا من 2010 ونحن نعاني من البداية، ما سمي بالربيع العربي، من بداية الأحداث في سوريا من 2011 وإلى الآن نحن في إشكال، هذا الإشكال يزيد يوما بعد يوم، دلالة على أن الإيرانيين مصرون على دخول الأردن عبر بوابة تهريب المخدرات، وطبعا يترافق مع تهريب المخدرات تهريب السلاح، ولكن هذا يعني لا يتم الحديث عنه بشكل كبير، لأن تهيئة الأرضية تتم عبر هذه الآفة السامة شباب الأردن وللتجارة ولشراء الذمم. ولهذا أنا عندي توقع أن الأردن ربما يحصل على موافقة بعض الدول وخاصة روسيا وأمريكا ليتصرف في شيء استباقي قبل أن يبقى يراهن حتى لا تصبح هناك حرب استنزاف بالنسبة له. دكتور رضوان، وكالة نوفوستي الروسية تحدثت أمس عن ضغوط أمريكية لتجميد لجنة الاتصال العربية، بتقديرك كيف سيتعامل النظام مع هذا؟ أعتقد النظام لا يكترث، لا يأخذ الجهود العربية على محمل الجد ولا يتعامل،
ولذلك وجدنا أنه يفرح الآن يعني بين قوسين بزيارة الأسد إلى الصين، لأنه يعتقد أنها تفتح له مسار آخر بديل عن المسار العربي الذي يلتزم بالشروط. نظام الأسد يكره أي تقريبا أي ضغوط تؤدي إلى أي إصلاح سياسي، يريد حكم السوريين بالقوة بالعنف بالتعذيب بالقتل بالإكراه، ويعتقد أنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل في هذه السياسة التي هو حر في قتل شعبه بها. لذلك أعتقد أن الشروط العربية في هذا الإطار والإصرار على تطبيق القرار 2254 جعل نظام الأسد يعني يضرب كل هذه الجهود العربية بالحائط، والآن ربما يكون مبتهج بالزيارة إلى الصين، يعتقد أنه روسيا والصين ربما يشكلان بديلان في هذا الإطار. الآن روسيا بعد ما دخلت في أزمة عميقة بسبب الحرب الأوكرانية، هل تمثل له الصين مأزق أو مخرج في هذا الإطار؟ علينا أن نراقب في هذا الإطار، لكن أعتقد أنه من الطرف العربي يجب أن تكون هناك الآن ما يسمى شكل من أشكال إعادة تقييم هذه المبادرة. فشل نظام الأسد في الاستجابة لكل هذه الجهود يلزم تقريبا تقوم الجامعة العربية بتجميد أنشطة نظام الأسد، إعادة التفكير تقريبا في فتح القنصليات، جهود أخرى فيما يتعلق بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تطبيق القرار 2254. نعم. طيب دكتور بسام، الأردن الآن قال كلمته، بتقديرك يعني كيف سيتعامل مع المتغيرات الجديدة، وهل نتوقع تدخلا عسكريا لضبط الحدود أكثر في شيء مشابه للتجربة التركية برأيك؟ يعني أظن أن الأردن مضطر لهذا. أنا بحب ألفت النظر إلى أن التحالف الإيراني مع نظام الأسد ليس تحالفا جديدا وليس بعد الربيع العربي. أنا لما كنت سفيرا في إيران كان السفير السوري فقط هو صاحب العلاقة الاستراتيجية، وكان هناك اتفاقيات استراتيجية عسكرية وأمنية، تحالف استراتيجي، حتى أنه قال لي إذا أردت شيئا من الإيرانيين أنا مستعد أن أكون وسيطا. طبعا أنا رفضت هذا الكلام، فهو تحالف قديم، وأنا أظن أن التحالف لا يعود حتى لعام 2000، هذا لما كنت أنا هناك. هذا التحالف قديم منذ أن بدأت الأحداث في سوريا سنة 80، وما صرح به علي أكبر ولايتي آنذاك وزير خارجية إيران فيما يتعلق بالأحداث في سوريا. هذا التحالف وصل إلى مرحلة أن النظام السوري لا يملك أمره الآن، وأن إيران هي التي تتصرف. إذا كان الأمر كذلك فيجب أن يكون الأردن معذورا، والأردن في ظني لن ينتظر حتى العرب يعيدوا النظر في الطرح العربي، لأنه يريد أن يحل مشكلته الآنية. أما العرب اتفقوا أو لم يتفقوا، يتراجعوا أو لا يتراجعوا، هذا شيء آخر. أنا أظن أن الأمور تتجه نحو الضرب داخل الأرض السورية لهذه الفئات المهربة. أشكرك جزيلا الدكتور بسام نعموش، وزير أردني سابق ومحلل سياسي، كنت معنا من عمان. أيضا الشكر للدكتور رضوان زيادة، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. شكرا جزيلا لكما ضيوفي الكرام. إلى محورنا الثالث مشاهدينا، أبقوا معنا.